مجلس إدارة نادي الزمالك قرر عودة محمود عبد الرازق شيكابالا. يا ما قلنا بنتمنى أن شيكابالا يختم حياته في نادي الزمالك، أعتقد أن صوتنا وصل لمجلس إدارة نادي الزمالك، وبالفعل شيكابالا هيكون متواجد في الموسم القادم في نادي الزمالك، وأعتقد أن شيكابالا هيكون له دور كبير جدا سواء داخل الملعب أو خارج الملعب، لأن شيكابالا من الشخصيات القيادية ومحتاجها نادي الزمالك في الفترة دي مع مجموعة النجوم اللي موجودة. أكيد شيكابالا هيكون ليه دور كبير جدا، لأن شيكابالا الفترات دي عنده يعني اتزان وعنده هدوء وعنده ربنا يحميه، طبعا واحد من نجوم الكرة المصرية، وكان عيد ميلاده لسه أول امبارح، بنقول له كل سنة وانت طيب يا شيكا، وعودتك مكسب كبير جدا لنادي الزمالك وليك انت شخصيا. بعد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك اتكلموا مع شيكابالا وطلبوا منه يؤازر الفريق في تدريباته ويحضر مباراة جرمانيا، وبالفعل أنا عندي معلومات إن شيكابالا هيكون متواجد مع يعني هيكون متواجد في ملعب مباراة نادي الزمالك أمام جرمانيا في الجولة قبل الأخيرة من دوري المجموعات بالكونفدرالية. وإحنا هنا زي ما قلت لكم قلنا من فترة إن شيكابالا لسه في مصر وما سافرش اليونان. ناس كتير قالك شيكابالا سافر اليونان، أنا قلت لكم شيكابالا موجود في مصر، وفعلا الراجل طلع موجود في مصر وحاليا بيتدرب مع نفسه، لكن الجهاز الفني للزمالك بيجهز ليه حاليا برنامج تأهيلي عشان يرفع مستوى البدني والفني ويخليه لايق للتدريبات الجماعية والمباريات بعد نهاية الموسم. وطبعا شيكا هينفذ البرنامج ده بعيد عن النادي عشان ما يبقاش عليه أي عقوبات من فريقه اليوناني اللي كان محترف فيه.